النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم. بحمد الله تأثرت المملكة بمنخفض جوي صنف أنه من الدرجة الثانية، وجلب كمية جيدة من الأمطار بعد الانقطاع لعدة أسابيع. كميات الأمطار المسجلة حتى ساعات صباح يوم الجمعة كانت حسب محطات طقس العرب كالتالي: تقريبا في مناطق الشمال تحديدا نالت الحصة الأكبر تقريبا على الأقل في 32 ملم، في عجلون شارفت بعض المحطات إلى 30 و35 ملم، في السلط والبلقاء 21 ملم، جرش كذلك أمر 21 ملم، في غربي العاصمة عمان 32 ملم، في جنوب العاصمة عمان 25 ملم، في الزرقاء 13 ملم، في مأدبة 22 ملم، وفي الطفيلة 2 ملم. المناطق الجنوبية عموما تأثرت فقط في المرحلة الأولى من هذا منخفض الجو التي كانت مساء وليلة الأربعاء الخميس، وسجلت في محطة مع بعض محطات جبال الشرع حوالي 6 ملم. آخر صور الأقمار الاصطناعية اليوم أشارت إلى تواجد كميات من السحب والغيوم في المملكة، والتي كانت طبعا تقريبا تغطي أجزاء واسعة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة خلال ساعات صباح هذا اليوم وخلال ساعات نهار هذا اليوم. وكانت خلال ساعات الصباح الأجواء ضبابية فوق المرتفعات الجبلية، وتحركت وبدأت تتلاشى هذه السحب والغيوم من سماء المملكة. هناك المزيد من الغيوم في المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، هي مرافقة للمزيد من تأثيرات المنخفضات الجوية المتوقعة أن تؤثر على المملكة خلال هذا الأسبوع. بالعودة لتوقعات المملكة من ناحية الأمطار خلال 24 ساعة القادمة، فكما نلاحظ خلال ساعات نهار يوم غد هناك فرصة ضعيفة لبعض الزخات المحلية من الأمطار خلال ساعات نهار يوم الغد، خاصة في المنطقة الشمالية من المملكة، ولكن في باقي الأنحاء وحتى ساعات نهار يوم الأحد تقريبا تراجع كامل في فرص هطول الأمطار. ولكن اعتبارا من يوم الاثنين كما نلاحظ تبدأ كميات الأمطار من جديد بالاقتراب باتجاه المملكة، خاصة في ساعات ليلة الأحد على الاثنين. هناك مؤشرات على تأثر المملكة بمشيئة الله تعالى بمنخفض جوي جديد يبدأ تقريبا مع ساعات مساء يوم الأحد ويزداد تأثيره بشكل واضح يوم الاثنين. هذا المنخفض الجوي مصنف بأنه من الدرجة الثانية وفقا لمقياس ومؤشر شدة المنخفضات الجوية. الدرجة الثانية هي الدرجة العادية، ومرفق إن شاء الله بالأمطار التي قد تكون أيضا غزيرة وأفضل حالا من هذا المنخفض الجوي بمشيئة الله تعالى. بالعودة للأحوال الجوية، هذه الليلة في العاصمة عمان الأجواء تكون باردة بوجه عام، ضبابية بعض الشيء ورطبة، درجة حرارة 6 درجات مئوية، الملموسة 5 درجات مئوية. هناك توقعات هذه الليلة بتشكل الصقيع في بعض أجزاء البادية الجنوبية، وأيضا يتوقع أن يتحول الطقس يصبح شديد برودة في بعض من تلك المناطق بمشيئة الله تعالى. بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام المقبلة، يوم إذا السبت يتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا، هناك فرصة ضعيفة لبعض الزخات المحلية من الأمطار، 11 درجة مئوية متوقع درجة حرارة العظمى، الصغرى 7 درجات مئوية. يوم الأحد هناك رياح نشطة مع 11 درجة مئوية في ساعات النهار، درجات حرارة إجمالا حول معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، والصغرى 6 درجات مئوية. تزداد فرص هطول الأمطار في ساعات الأحد على الاثنين. أما يوم الاثنين فالطقس سيكون ماطر بوجه عام مع انخفاض آخر على درجات الحرارة، وفي العاصمة عمان تسجل 8 درجات مئوية نهارا والصغرى 5 درجات، ويكون طقس باردا وغائما وممطرا مع تأثيرات هذا المنخفض الجوي الجديد المتوقع أن يصنف بأنه من الدرجة الثانية. بالعودة إلى توقعات الأحوال الجوية في مدن ومحافظات المملكة لنهار يوم غد السبت، نبدأها شمالا من الشمال من إربد، هناك احتمالية لبعض الزخات المحلية من الأمطار، العظمى 14 الصغرى 9، جون 11 6، جرش 12 7، وفي المنطقة 13 إلى 7 درجات مئوية. انتقالا للمناطق الوسطى، العاصمة عمان 11 7 درجات، مأدبة 12 7، السلط 13 9 درجات، وفي الزرقاء 13 إلى 9، أما في البحر الميت من 19 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى الليل 14 درجة مئوية. غدا في الكرك 9 إلى 4 درجات، الطفيل 11 إلى 6، معان 11 إلى 5، جبال الشرع من 9 إلى 5، وفي خليج العقبة من 20 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 13 درجة مئوية. شرقا تكون في رويشة 15 5، الصفاوي 15
15 وفي الأزرق من 16 إلى 6 درجات مئوية. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. تابعونا غدا للمزيد من التوقعات الجوية والنشرة الجوية الأسبوعية، حيث متوقع هذا الأسبوع أن يتعرض وتتعرض المملكة لعدة منخفضات جوية وموجات باردة بمشيئة الله تعالى. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.